جدير بي أن أذكركم ببعض الأرقام والمعطيات، حيث تطور الادخار على المستوى الوطني من 2623.707 مليون دينار جزائري في إقفال 18 إلى 2860.366 مليون دينار جزائري في 30 جوان 2021. وهذا المستوى طبعا صحيح أنه مناسب بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الجزائري، ولكن يبقى ضعيفا بالنسبة لما نرغب إليه من وصول اقتصاد الجزائري إلى حجم طبعا يتوافق مع إمكانيات الاقتصاد الجزائري، حيث تعلمون بأن الادخار يمثل أحد الآليات الأساسية لتمويل المشاريع الاستثمارية، وبالتالي يجب علينا جميعا العمل من أجل تشجيع الادخار.